مريم رشدي: يا دكتور والدتي عندها تليف بالكبد. ماشي. مريم رشدي اسمعيني كويس، انا رساله مهمه، ما دام بداتي بتليف كبد دي رساله مهمه جدا، غير مسبوق بفيروس سي، ما جالهاش فيروس خالص لا بي ولا سي، عندها نقص في الصفائح وصل الى 38,000، ده واطي جدا، طبيعي 250,000، ونقص في كرات الدم الحمراء. العلاج اللي بتاخده كله فيتامينات، هل يوجد علاج لرفع الصفائح؟ وشكرا مقدما. تعالي بقى نتكلم كلام جد شوي. تليف كبد، تليف الكبد مرض مشهور جدا 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 في مصر جدا، بس كلمة تليف لا تكتمل إلا ما تقولي سبب، ما تقولي السبب. انت عرفتي منين ما عندهاش فيروس سي؟ عرفتي منين؟ حللتي، قد يكون التحليل سلبي وسلبي خادع. عرفتي منين ما عندهاش بي؟ حللتي، جايز سلبي خادع. تليف الكبد لا قيمة لهذه الكلمة إلا ما تقولي سبب. هل هو تليف كبد مناعي؟ ده مهم جدا. هل بالهرسي قديمة؟ مهم جدا جدا. هل ترسب حديد؟ ترسب حديد في الكبد؟ ده قضية تانية خالص خالص. هل ترسب نحاس؟ هل هو الكبد دهني وتليف؟ هل هو بالهرسي قديمة؟ هل هو احتقان كبد من هبوط في القلب وقعد مدة يجي ويروح يجي ويروح فتليف الكبد؟ الاحتقان يجي ويروح يجي ويروح لحد ما تليف الكبد؟ لا قيمة لهذه الكلمة إلا لما أعرف السبب. وبالتالي هنروح لدكتور أمراض بطنة أو كبد ونقول له إيه الحكاية؟ عايز أعرف السبب. الصفائح الدموية بتوطى في تليف الكبد، وقد يكون لها سبب ملوش علاقة. هل الطحال نشط؟ هل نخاع العظم شغال كويس؟ هل هي من الأول من يوم ما اتولدت وأنتم ما كنتوش تعرفوا؟ اللي هو الأولي، صفائح، نقص صفائح أولي، خدت علاج إيه؟ لكن طول ما الكبد مش بطال والوظائف كويسة ما بنفكرش في زرع كبد. طول ما هي كويسة في أدوية تصلح الصفائح، في مفيش أي مشكلة يعني، ما تخافيش. بس نشوف هل عملتي نخاع عظم؟ تحليل نخاع عظم ده مهم جدا جدا. هل شفنا حجم الطحال؟ هل شفنا الطحال بياكل ولا ما بياكلش؟ انت عندك نقص في كرات الدم الحمراء والصفائح، طب ما جبتيه سيره كرات الدم البيضاء ليه؟ كنت ريحتيني، لان الطحال لما بياكل الثلاثه غالبا، هياكل الصفائح والكرات الحمراء والكرات البيضاء، فيبقى اداني منظر في صوره الدم مميز جدا جدا جدا، مميز جدا، يؤكدوا نخاع العظم. لو خدت عينه من نخاع العظم وشفتها هقول لك دي هتستفيد بايه. فهذه رساله ناقصه جدا جدا جدا. روحي يا بنتي للدكتور، اما امراض بطنه واما دكتور كبد يقول لك سبب التليف ايه وهل هي محتاجه ايه. انما بالمنظر ده لسه مش محتاجه زراعه كبد، لسه لا قلتي سنها كم سنه، ولا قلتي عندها سكر ولا لا، ولا اي حاجه، ولا بعتي السونار اللي عمل وقال لك ده تليف كبد.